دابا حنايا يعني الملاحظ هو الاوضاع ديالنا ليست على ما يرام، يعني البطاله مرتفعه، دائره الفقر متسعه، هادشي بشهاده ديال المندوبيه الساميه وديال كلها التقارير. بعدا نتكلموا عن التقارير الوطنيه وان الفوارق الاجتماعيه والمجاليه والمناطقيه اتسعت، وبان الناس ما بقاتش كتقرا، والهضره المدرسي 300,000 حتى 400,000، وان 1,400,000 ديال الشباب ما بين 15 سنه و 24 سنه ما قارين ما متكونين ما متعلمين، وبان هناك فساد وصل دواليب الدوله كلها، ولقينا برلمانيين فاسدين اكثر من 30، ولقينا ناس اللي هما كيسحبوا هذه البلاد بانها بقره حلوب خصهم ينهبوها. اذا الاوضاع ديالنا ليست على ما يرام. المراه المغربيه بدات كتساهم في التنميه ديال بلادها ملي دخلت المدرسه وملي حتى هي ولات كتعاون وكتشتغل، هادو جوج ديال العوامل الاساسيه. اليوم المراه المغربيه اللي كتشتغل يلاه 20% ديال النساء نشطات، اليوم اكثر من 60% ديال النساء عنفوا من الصغر ديالهم حتى الكبر ديالهم، العنف الجسدي والعنف النفسي. المراه المغربيه مازال كتعيش عيشه بدائيه في الجبال في القرى، المراه راه ماشي في عيشه رغده وحنا قلنا عاجين نزيدوها شي حق. اليوم المراه والرجل المغربي عايشين عيشه الدبانه في البطانه كيف كيقولوا، عايشين مظلومين مقهورين سواء عايشين في المدينه او عايشين. ولهذا ملي كيجي واحد المقترح ديال تعديل مدونات الاسره اللي بالمناسبه ما كتهمش غير المراه، كتهم المراه، كتهم الرجل، كتهم الاطفال، حنا بغينا اسره متوازنه، بغينا المسؤوليه تحملها المراه ويتحملها الرجل، بغينا واحد الاسره اللي تبنى على الود، واحد الاسره تبنى على التضامن، على التعاون، بغينا الزواج يكون كيف كانوا كيقولوا بالنيه، وحتى ملي كيكون طلاق حتى هو ما يكون حتى شي ضرر. حنا كنقولوا ما يمكنش ملي كيكون يعني المشكل الاجتماعي والفقر وكتنفجر الاسره ما يمكنش ندخلوا الراجل الحبس الا ما قدرش يخلص النفقه، راه خص الدوله خصها دير صندوق ديال التكافل. ماشي يمكن واش الدراري الاسره تشتتت والدراري شافوا باهم مشى ما مشاتش يشوفوا باهم في الحبس، ماشي معقول. ثانيا النفقه ولا هادشي الدوله اولا هي اللي خصها تكلف، ما تشوف اذا كان الاب ممكن ليه باش ينفق خصو ينفق. اذا خصنا نمشيو من اجل احقاق العدل والانصاف، ماشي شي حاجه واحده اخرى. حنا ملي كنشوفوا الغرب اللي تحللات القيم ديالو، حنا ما عندنا علاقه بهذوك الناس، ما عندنا علاقه، ما يبقاوش يخربقوا هالعلمانيين باغيين يديروا لنا، لا، حنا كنامنوا بان النواه الاساسيه ديال المجتمع هي الاسره. هذه الاسره خص المدرسه تكون بالمجان باش يقراوا الدراري، خص الصحه تكون بجوده عاليه وبالمجان باش الدراري يطلعوا صحاح، لان لو وفرتي لهم الصحه والتعليم بالمجان وجيد راك عطيتي انطلاقه للتنميه ديال الاطر اللي غادي تكون غدا غادي تكون في الجهات وتكون في المغرب كله. ولهذا حنا شحال هذه كانت عندنا حركه وطنيه رائده هي اللي كتنوض كتضارب، بغينا الحقوق ديال المراه حتى في سنوات الجمر والرصاص اللي كانوا بعض الشلاغميه ما كيهضروش. المراه المغربيه خرجت وجمعات مليون توقيع باش تقول واك عباد الله، راه ما يمكنش المدونه مكتوبه في واحد الاسلوب الا جاو حباب راجلك حباب الا جاو حبابك انت راجلك عنده الحق يجمع عليهم، كان مكتوب هادشي في المدونه، حتى واحد ما يقبل بهذا الشيء، لان الامور خصها تبلع على الموده وعلى المنطق وعلى العقل، واحترمني نحترمك. اليوم انا شفت الزلزال ديال الحوز مع كل اسف وقف، ولكن بين بان المغاربه عندهم قيم رفيعه ديال التضامن. ملي جا هذا الورش قلنا هذا يفككونا عاوتاني، ضرب فيا نضرب فيك، لان احنا عندنا الجهل المؤسس مدرستنا فاشله، وعندنا الجهل المقدس ليس لنا ثقافه دينيه في المستوى. حنا عندنا جوج ناس سامعين جوج فتيات وكلشي كيفتي ويشير، حتى من الشهاده الابتدائيه كيقول لك اش خاصك دير، لا، حنا بغينا اليوم الاجتهاد بالعقل، بغينا نعيطوا كاينين مجتهدين في المغرب وخارج المغرب ونشوف واش كيقولوا ونديروا التأويل الصحيح اللي فيه العدل، لأن الله حق وعدل. ما يمكنش يجيني شي واحد ما ناعش مزيان ولا هو معنف يعني اجتماعيا حتى هو باغي يمارس العنف لا على المرأة ولا على المجتمع. ولهذا أنا كنطلب من الشباب اليوم أنه يتقفوا راسهم، يكون ورش كيف ما كان، كيف ما كانت الجهة اللي دعت ليه، وكيف ما كان يمكن الخلفيات اللي تكون، أي حاجة طرحات خصنا حنا نحورها لصالح هذا المجتمع، لصالح الأسرة المغربية، لصالح الديمقراطية، لصالح المستقبل ديال الجهاد، باش نرفعوا راسنا كمغاربة. إذا ما نبقاوش حنا نشوف الخزعبلات، راه حنا عندنا اليوم الجهة المؤسس ومقدس، وكاين تدخل خارجي كيفرض علينا توجهات، حنا خصنا نفيقوا ونتنفضوا باش يمكن لنا ندافعوا على سيادتنا، وندافعوا على قراراتنا، وندافعوا على أسرتنا، وندافعوا على مستقبلنا كشعب يستحق أن يعيش. حنا غدا في القرن الثاني عشر دينا وقبل الأنوار الأوروبا، ودابا حنايا نعيشوا في الظلمات.
كيف يعقل كل مره تطرح قضيه المراه كاينو داك شي واحد يقول لا خويا انا باغي نتعدد انت ما عندك حتى عشان الا باغي تعدد اش من تعدد تعدد اكبر ظلم وجا في سياق معروف وكاين العلماء اللي هما تيفهموا في الفقه وفي التفسير ديال الدين والتاويل الصحيح كيفسروا كما ينبغي الارث كذلك حتى هو كاين خاص يدار فيه اجتهاد ماشي نحيدوا لهذا نعطيوا لهذا حنا بغينا نكونوا منصفين ما بغيناش انه يموت الاب اسره فيها غير البنات ويتلاحوا في الزنقه يجي ولد خالت عم تمول الباش يقول لك انا راني سميتو الاصول لا هادشي ما كاينش وهذاك الشيء اللي كيقول لك لا وصيه لوارث راه جاوا المجتهدين وفسروا لنا كل حاجه لهذا خاص يكون الغرض ديالنا هو مقاصد الشريعه من اجل العدل والانصاف باش يمكننا نهضوا كالشعب اللي هو دا الانوار ونعاود نخلقوا الانوار هنايا ونعيشوا في امن وسلام حتى واحد ما يقولنا راه غيكثر الطلاق بالعكس الى تبنى الزواج على الموده وعلى الاحترام وعلى التضامن ما غاديش يكون الطلاق ما غاديش يكون الكذوب ما غاديش يكون النفاق وغادي نصونوا الاسره ثم مشاكل اخرى مطروحه كاين اطفال بلا والديهم اليوم خاص يتفرض الحمد النووي الى تعرف باه يتسمى الباه علاش نخليو حنا الدراري ضايعين اليتامى بالالاف بالملايين موجودين وضايعين حيت حنا ماشي ايتام نحطوا راسنا في بلاصتهم نحطوا راسنا في بلاصتهم حتى هما باغيين النسب ديالهم باغيين يتعرفوا وعلاش ما تعطاوش حقوق باش نخرجوهم من ذاك الاوضاع اللي هما عايشين فيها ولهذا انا بالنسبه ليا اي ورش تطرح نخدموا حنا الذكاء واحد بغى يدينا لهذا الاتجاه حنا غنديوه لهذا الاتجاه اللي هو في مصلحه الشعب ومستقبلنا وشكرا لكم.